كيف نوفق بين قول بين حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وبين حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أمر أولاده أن يحرقوه ويرموه في البحر؟ نعم، لأنه فعل هذا خوفا من الله، فعل هذا أمرهم أن يحرقوه وأن يذروه في الهواء خوفا من الله، من شدة الخوف من الله. نعم.